السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم مجددا في قناة طيور الكناري. استحمام طيور الكناري، هذا هو موضوع هذه الحلقة. متى يمكن تقديم الاستحمام لطيور الكناري؟ ما الذي نضعه في إناء الاستحمام حتى تستحم طيور الكناري بطريقة جيدة وصحية؟ وكم عدد مرات تقديم إناء الاستحمام لطيور الكناري في الأسبوع؟ كذلك ما هي فائدة استحمام طيور الكناري؟ بالنسبة لتوقيت استحمام الكناري، فيفضل أن يتم تقديم إناء الاستحمام في الظهيرة، أي ما بين الساعة 12 والثانية بعد الزوال. أولا، إذا كان فصل الشتاء فيفضل في هذا الوقت، لأن في ذلك التوقيت بالضبط يكون الجو ساخنا بعد الشيء أو دافئ نوعا ما. كذلك إذا كان فصل الصيف فيستحسن تقديم إناء الاستحمام في ذاك التوقيت بالضبط، حتى نخفف من أثار الجو الحار على صحة الطيور، وينتعش الطير من جراء الحرارة في فصل الصيف. وفي هذا الصدد، أي في حالة تقديم استحمام لطيور الكناري، فينصح بعدم إجباره على الاستحمام، لأنه سيكون مضرا بصحته، لأن الطائر عندما يحس بأن صحته جيدة فتلقائيا يستعد للاستحمام ويستفيد من ذلك الاستحمام. أما إذا أجبرته على ذلك عن طريق بعض الأخطاء التي يقومون بها مربي الطيور وذلك برشهم، فتكون الآثار وخيمة على صحتهم، ويمكن أن تفقدوا طيوركم أو يتعرضون للموت ما لا قدر الله. مكونات إناء الاستحمام الذي نقدمه لطيور الكناري حتى تستحم: يفضل وضع قطع من الثوم في الإناء، أو قطرات قليلة من خل التفاح الطبيعي وليس الاصطناعي. دونك اذا الطبيعي تجدونه عند بائع الاعشاب، اما الاصطناعي فهو الذي يتداول ويقوم ببيعه اصحاب الدكاكين. فلا تعطوا لطيوركم خل التفاح الاصطناعي بالدكان الذي يباع بالدكان، قدموا لهم قطرات خل التفاح التي تباع عند بائع الأعشاب. إذن كما قلنا، يمكنكم عند تقديم إناء الاستحمام أن تضعوا إما قطعة ثوم، وفي يوم والي للاستحمام يوم آخر تقدموا لهم البديل قطرات الخل. إذن عند تقديم إناء الاستحمام، عند وضعكم لقطرات خل تفاح أو قطع الثوم، عندما تلاحظون أن طيوركم قد أوشكت على إناء الاستحمام، قوموا بإفراغ ذلك الماء واستبداله بوضع ماء جديد صافي، لا تقدموا ولا تضعوا فيه لا خل التفاح ولا قطع الثوم. وننصحكم بعدم تقديم الإناء وتركه لمدة طويلة حتى لا يتسخ، ويقومون بشرب مخلفات ريشهم من الأوساخ وبكتيريا. بالنسبة لعدد مرات استحمام طيور الكناري، يجب تقديم الاستحمام لطيورنا طيور الكناري على الأقل 3 مرات في الأسبوع خلال فصل الصيف، ومرتين على الأكثر في فصل الشتاء، مع مراعاة جو الغرفة الذي يتواجد به طيور الكناري. فحاولوا أن تلاحظوا جو الغرفة حتى تقدم لهم يا إما ماء دافئ أو ماء عادي من الحنفية مباشرة. يجب أن يكون الجو معتدلا والماء بنسبة حرارة أو برودة الجو. الاستحمام مفيد جدا للكناري من حيث النظافة،
ويساعد طيور الكناري يساعدهم على التخلص من الريش وقت الغيار، هذا لكي يساعد على النمو الريش القصير للكناري. فالطائر بعد الاستحمام يصبح نشيطا، وحتى إن كان لا يغرد فإنك تعد له ظروف التغريد، لأن الطائر بعد الاستحمام يحس بالحيوية والنشاط ويبدأ بالتغريد ويصبح يتحرك في القفص، لذلك ضروري من استحمام طيور الكناري. إذن فوائد كبيرة للاستحمام من حيث النظافة، من حيث لمعان الريش، من حيث طرد البكتيريا والأوساخ من ريش الكناري، من حيث نشاط وحيوية الطائر. لكن حذاري ثم حذاري، نصيحة مهمة، حذاري من التيارات الهوائية فإنها قد تهلك طيوركم. إن أعجبكم واستفدتم من الفيديو لا تنسوا الإعجاب، قوموا بالاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا، قوموا بتفعيل الجرس ليصلكم جديد القناة، تعليقكم يهمنا ويحفزنا على بذل المجهود وإعطاء الأكثر في هذا المجال. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.